السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. اليوم كاين ماتش حسنية أكادير كونتر الدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 13. اليوم سمعنا بلي إدارة حسنية أكادير تمكنوا من إقناع محمد فاخر بفسخ العقد ديالو مع الحسنية، وهذا جاء قبل مباراة الدفاع الحسني الجديد اللي غتلعب الليلة واللي غنحضروا ليها في ملعب أدرار. غنمشيو دابا للتيران وغنشجعوا فريق حسنية أكادير اللي عاودوا للسكة للانتصار. كما كتعرفوا كاملين دابا شي ستة مباريات الحسنية ما تمكنتش من الفوز فيهم، ستة هزائم متتالية لفريق حسنية أكادير. مباراة 12 مباراة اللي لعبها الحسنية في البطولة و9 نقاط فقط من أصل 12 مباراة. هذا الشيء حشومة اللي كيوقع في فريق حسنية أكادير حاليا. كما سمعنا التصريح ديال محمد فاخر في قناة بين قوسين بلا ما نسميو الاسم ديال القناة، داك الشيء اللي قال في حق حسنية أكادير، قال باللي هو مستعد عن التخلي عن فريق حسنية أكادير. وهذا الشيء اللي وقع من بعد داك التصريح، فاخر اتفق مع الاداره ديال فريق الحسنيه وتمكنوا من فسخ العقد ديالو. وبالنسبه لهذا الشيء راه مطلب جماهيري اللي كان في اكادير، مظاهرات كبيره اللي كانت فيما يخص بان فخير خاصو يمشي. انا الاخ هشام البوزيدي ومن لا يعرفه اللاعب السابق لفريق حسنيه اكادير، وسيقول لنا كلمه في هذا الموضوع بعد رحيل محمد فخير عن الكتيبه السويسيه. ما رايك اخي هشام بعد رحيل او سماع خبر رحيل محمد فخير؟ سيدي السلام عليكم، تحياتي. الناس من يسمع الخبر هذا، خبر جماهير السوسيه، خبر مفرح للناس اللي كانوا ما بغاوش مازال يمشيو كاع الملعب، راه قال لك غادي يمشيو بعد قليل يتفرجوا في المقابله كونتر الدفاع الحسني الجديدي. هذا خبر كيبشر بالخير، وهذا الشيء اللي كنتمناو حنايا اللي باش الحسنيه غير تقد مزيان. حنا بينا الحسنيه غتقد، حنا ما بغينا والو، الحسنيه يولي للسكه ديالو الصحيحه ديال النتائج، وكاين في المراتب الاولى في البطوله، مشى كيمشي بعيد في الكؤوس الافريقيه، تيمشي بعيد. حنا هادشي اللي بغينا، حنا بينا الفرقه تقد، وحنا اي مدرب حنا مستعدين نشوف. حنا المدرب دابا في هاد الظرفيه صعيب نلقاو الناس، بعدكم كتهضروا على السي عبدالهادي سكيتيوي. السي عبدالهادي سكيتيوي في هاد الظرفيه هادي الا كان غيجي ينقد الفريق، لان عندنا واحد خمس شهور باقا، في هاد ست شهور نقولوا باقا ديال الكره. اي حنا ديال في هاد الظرفيه هادي السي عبدالهادي راه ولد المنطقه، راه غادي يجي ويتعاون معاه وشريف ومع حسيني ويصوفوا هذيك الفرقه. لكن الجماهير ما بغاوش. لا الجماهير هادو، شوف هادو الجماهير اللي كيقولوا ما بغاو، هادو ما تيعرفوش اش هادي وقع لنا الظرفيه هادي. صعيب تلقى مدرب يجي لك، هادي راه ظرفيه صعيبه هادي. دابا باش نهضروا كاينه النظره ديال واحد بالنسبه لوشريف، واش يقدر؟ لا وشريف ما عندوش الحق اكثر من اربعه د المقابل. ابو راس، والله لا سريتيني، عرفتي من تنقول ابو راس، عرفتي شكون؟ يا ما تدور عليا انا، والله لا بعت لك. شوف ناكل معاك الخبز قاصح، انا راه غنتبعك تحت السوارت، وهذوك اللي كتعطيهم الفلوس وكتقول لهم سيري قولوا، راه والو قدامنا هذوك، هذوك راه الخنافيس قدامنا حنا، هذوك غير خنافيس هذوك، راه عرفوا الحسنيه. ما حنا راه طبنا، راه نجيبوا لك التاريخ ديالك انت كاع اللي كتسير، راه نجيبوا لك التاريخ ديالك الا بغينا. اش بان لك من هنا لقدام اش غيوقع؟ من هنا لقدام، من هنا لقدام اسيدي راه حسنيه ديال اكادير غادي تقاد وغترجع، لان حنا عندنا لا السوق، عندنا لاعبين، منافسه، عندنا كلشي نمشيو فيه بعيد، لان عندنا لي طالون، عندنا هنايا المواهب هي ضايعه في هذه المدينه، هذه مواهب تبارك الله ديال كره القدم هي ضايعين. راه شوفوا الرجال الوداد الفرق المغربيه كلشي فيهم دري ديال اكادير، كلشي كاين كاع داكشي اللي كانت كدير الرجاء والوداد شحال هادي الدار البيضاء. دابا ولينا حنا اللي كنعطيهم لهم اللاعبين، علاش؟ لان كاينه هنايا مدرسه كره القدم واعره بزاف، واعره راه حتى الفرق منه الفريق والو الفرق. لا لا علاش؟ حيت المسيرين اللي ما كيبوش هذوك اللعابه يبانوا هنا، ما كيعطيوش. واش اللعاب اصاحبي تيجي عندكم ولا اكادير كتعطيو 7000 درهم في الشهر والكتيبه كتسجج المليون؟ قبح الله وسعيكم. هذا تسير، هذا احداد وازارو ابناء المنطقه، احداد وازارو بحال هذوك الناس، هذوك الناس مؤمنين وقيل بالله اكثر، لان هذوك حيدهم ربي من العذاب وخلصهم الله، مشاو شدوا الرزق. اما كون جا مسكين هنا كون ضربوا الطوبيس، الطوبيس اللي غيضربك، ما كاين حتى لاسورونس. وسير اشوف راه شوهتوا بينا في المغرب كامل، الا كنتوا رجال سيروا حطوا دوك السوق. دابا كيدخلوا الملعب ادرار وكل شيء فرحان، فسخ العقد مع محمد فخير بتفاعل الجماهير. غتشوفوا معنا كل شيء في هذا الفيديو، تبعوا الفيديو حتى الاخر وغتكتشفوا فيه فرحه الجماهير بفسخ العقد ديالها مع محمد فخير. والان غنشوفوا اللاعبين واش غيتقاتلوا على التوني ديالهم ويربحوا اليوم 3 بوان اللي غتكون غاليه وغاليه بزاف على فريق حتى اللي غادي يكون. خليكم معنا. Yeah.
الحكم يعلن عن بداية المباراة بين الدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير. نتمنى التوفيق لفريقنا حسنية أكادير وتحقيق نتيجة الفوز ولا شيء غير الفوز. باش الحسنية ترجع بثوب جديد والكل الآن يناشد نعم كما قلت برحيل عضوين أو رئيس وعيد الله وإن شاء الله الشيء اللي غيكون لنا القدام إن شاء الله فرحانة بزاف اليوم وإن شاء الله تكون فرحة فوز غيكون مهم مهم بزاف حيتاش الحسنية كنعاني بزاف في المراتب الأخيرة ماتش المباراة تسع نقاط إن شاء الله كيضاربوا الفوز الآن وهادشي اللي غيكون إن شاء الله باقي دقائق بعض دقائق باقي شكراً إن شاء الله عليكم. ما شفناش شي فرص كثيرة في الشوط الأول إن شاء الله يكون الخير في الشوط الثاني. بداية الجولة الثانية دخول اللاعبين اللي رفعوا الميدان الفرصة الوحيدة اللي شفناها في الشوط الأول كانت اللي كريم البركاوي ضرب تمكن يضرب العارضة وما تمكنش من تسجيل الهدف إن شاء الله يكون خير في الشوط الثاني ويمكن الدراري من تسجيل الهدف ثلاث نقاط ضرورية كاين برد بزاف البرد بزاف اليوم في ملعب عدلات المهم نتمنى يكون خير في الشوط الثاني ويمكن التسجيل وباقي المطالب ديال الجماهير هو رحيل عيد الله وسيمينو كما رحل فخير وان شاء الله يكون خير وخليكم معنا ونشوف ان شاء الله يوقع من هنا 45 دقيقة الثانية الان بداية الجولة الثانية الحكم سيعلن الان عن بداية الجولة الثانية ونتمنى يكون خير في الشوط الثاني خليكم معنا وغاتكتاش شنو غيوقع الهدف الأول لصالح حسنية أكادير والآن سيفكر في السير
الجاري وذا الجماهير فرحانين وان شاء الله الفيكتوار وغنجيبو 3 بوان من لعبة الوقت ديال ديالنا. المهم الفوز هو الشيء اللي بغينا باش الجماهير تفرح ونساو دوك السكن ديال العزائم اللي تسنى فترة فراغ ومشات معها فخير والحمد لله. وباقي ماتش طويل يلا دقيقة 65. المهم انا ان شاء الله ساري ماتش الفوز الحسنية. بين الجماهير الجديدية والجماهير الأكاديرية الدفاع الحسني الجديد يتمكن من تقليص الفارق لتسجيل الهدف الأول. الآن النتيجة في الدقيقة 90 هدفين لصالح حسني الأكاديرية وواحد لصالح الدفاع الحسني. وفي هذه الأثناء نهاية المباراة بين فريق حسني الأكاديرية والدفاع الحسني الجديد بفوز حسني الأكاديرية 2-1. فخير بشار وجمع النحس ديالو الحمد لله بعد 6 مباريات متتالية بلا زائم. الآن يأتي الانتصار لفريق حسني الأكاديرية بعد رحيل فخير بعد ساعات قليلة قبل بداية المباراة نلقاو في تجديد.